المهم اللعب كان ماشي بحال الماتشات ديال المونديال بويسكو سير كراك يدخل بواحد بواحد اللعب جديد و تيجرب اللاعبين جداد. مي كنشكرهم بزاف على اللعب ديالهم وعلى المنافسه ديالهم ضد فريق المنتخب الراس الاخضر، وان شاء الله يتقدموا من هنا لاكوب دافريكي ان شاء الله ويكون اللعب ديالهم حسن ان شاء الله. هادي بويسكو هو تيجرب لعابه جداد سي تو تافي نورمال، غادي يكونوا دي شونجمون وغادي يكون لعب مختلف. اللاعبين باقي ما تاقلموش، اللاعبين باقي ما غادي يكونوا تاقلموا مع اللعب. الوغ سي تو تافي نورمال، لعابه مزيانين كيلقن دوس اللاعب غادي يكون الخليفه ديال سيس ان شاء الله. كيلعب مزيان كيدافع وواقف صحيح، وكاين إليا الشاعر حتى هو عنده مستقبل باقي صغير موهبه حتى هو ان شاء الله. ربحنا المنتخب ديالنا باش كاين الدراري كلهم لعبوا مزيان الصراحه. اللعب ديال افريقيا ديما كيكونوا التحامات قويه والدراري راه دوزو، راه كاينين الدراري خاطرين راه لعبوا شحال من عام مع المنتخب بحال سايس بحال زياش، راه ولفوا داك السيستيم دو جو. وكاين حكيمي حتى هو كيلعب صحيح، كاين عندنا مرابط يعني يقدروا يديروا شي مباريات مزيانين مع الافريق ان شاء الله. المنتخب المغربي اللي شفناه اليوم ماشي هو المنتخب اللي موالفين كنشوفوا، وكيبان لي واقيلا سير كراكي ما بغاش يغامر بالدراري حيت هما حاليا دابا في فترة استراحة زعما بالنسبة للمقابلات، والدراري كنشوف فيهم ماشي هما هذوك. انا بعدا بقيت كننتظر بان باش يكون شي اصابة، جينا اصابة في البداية ويدخلوا الدراري في المقابلة ويزيدوا الثانية ويزيدوا الثالثة، ولكن بان لي الفريق الخصم فريق عنيد شوية قوي زعما حتى هويا ما كنتش كنتظروا غادي يكونوا هكا. واش غادي نقول لك، الدراري كيعطي كل واحد كيعطي واحد الفتره ديالو باش كياخذ الدراري يشوف هذا ويجرب هذا ويجرب هذا. يلاه دابا بحال وليد الكراكي بغى يعاود يجدد لنا منتخب ثاني، حد جاب لنا بواحد وجوه جداد ويجدد لنا منتخب. انا شفت الماتش بواحد النظره اخرى بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي، كان فرحنا شحال هادي كيف كيعرفوا كاع الناس. واليوم ما غاديش نعتبروه ماتش اوفيسيال باش غادي نكعاو عليهم ولا شي حاجه، حيت المدرب كان كيتيستي في اللعابه، وان شاء الله في الماتش ديال سيد افريكا ان شاء الله غادي نربحوهم ان شاء الله. غتشوفوا ماتش اخر ما يكونوش هاد اللعب هذا، ماشي هو هذا اللي غيكون اليوم. الماتش ديال اليوم اخويا بان لي شويه عيان ناقص، ماشي بحال داكشي اللي كنا كنتسناو، يعني بحال كما شفنا في المونديال يعني فهمتي واحد النيفو اللي هو شويه كبير دابا يعني فهمتي بان لينا يعني بحال حصه تدريبيه وصافي، يعني ماشي شي حاجه اللي هي كبيره. يعني كنتمنوا من المنتخب انه يزيد يعطي اكثر، ويعني التشجيعات ديالنا اللي راه كبيره، يعني منتخب عندنا زوين في المستوى. هو هذا الماتش الاخر شويه بان لينا شويه عيان ناقص، وكنتمنوا يزيد يعطي اكثر. السلام عليكم. اليوم المنتخب المغربي دار واحد الماتش عيان ثقيل بزاف، الدراري ما فهمتش انا مالهم بالمستوى اللي قدموا في كاس العالم. هذا الماتش هذا ما فهمتش انا، حصه تدريبيه تقريبا وصافي، هادشي اللي كاين. ما كاين شي مستوى، ما كاين حتى شي حاجه، ما فرص قليله، الدراري لاعبين بحال لا خايفين بحال ما فهمتش انا. ماتش عيان بصفه عامه، كيف بالعاميه تنقولوا عيان، هي عيان ماتش عيان.